www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الجلسة الفنية الجديدة. مسيلة والله ما منظور مسيلة. عايزين نقول هذا الفن الغنائي تاريخ الإنسان المسموع، عنده تاريخ مكتوب وعنده تاريخ مسموع. هذا التاريخ المسموع كل حياة الناس مسجلة فيه، حياة الأمم وحياة المجموعات وحياة الأفراد. يعني الدائر يقرأ تاريخ أمه يقرأ غناها، الدائر يشوف تاريخ فرد ممكن برضو يشوف غناه. الغنى معبر عن كل مناسباتنا، بيجيبوا له ولد يسموه، يعملوا له غنوة اللي بيمشي يعرس، يعملوا له غنوة اللي بيمشي الحج، يعملوا له غنوة اللي بيفتح له دكان، يعملوا له غنوة اللي بيشتري له بيت، يعملوا له غنوة اللي بيشتري له عربية، ممكن يعملوا له غنوة ولو عربيتك الجديدة ويغنوا له فيها. نحن سجلنا أحداث حياتنا في كثير من أغانينا، وكان لنا احتفال كبير بعيد الربيع وشم النسيم، ما زال الناس بيحتفلوا به ولكن بدرجة أقل. في الخمسينات والأربعينات كان الفنانين لهم مشاركات ضخمة جدا، ولذلك كانت هناك أغنيات بتتعامل مخصوص لعيد شم النسيم وعيد الربيع، ولذلك ورثنا عدد كبير من الأغنيات المعبرة عن هذا العيد. ولعل أشهر هذه الأغنيات ما شدت به الفنانة الكبيرة عائشة الفلاتية، ألحان الربيع معرض الزهور غني يا طيور. وشوفوا المطلع الجميل ده، ألحان الربيع معرض الزهور غني يا طيور، كل الكلمات فيها هذا الجمال والروعة الذي أرجو أن تتجلى به بنتي منارة الصديق.
منار. عمر الخيام واحدة في رباعياته قال فيها: عاد عيد النيروز عيد الربيع والأنس حلى والنسيم الصافي العليل أبلى وصغور الأزهار ترشف طلع. وبرضو غنينا نحن زمن الربيع حلى يحل عليها إن شاء الله، ولدنا نادر وبنتنا شموس ويتجلون أو يتجليان. ومع ذلك أشهر ربيع في الغنى السوداني ربيع الحب، سيد خليفة وإدريس محمد جماع ومحمود عبد العزيز. نعمل بيها فاصل ونقول: نتناجى ونناجي
يفتح عليك يا محمود. شوف عمنا عبد الله عبد الحي غنى للصيف، الناس بغنوا للربيع، لكن ده ليه سبب اقول لكم. يا ليالي المصيف، ليالي المصيف يعني دي للناس. عمنا عبد الله طبعا كان في مصر بيمشي الصيف، والصيف برضو موسم حب، فقال يا ليالي المصيف قول الخيل لنا اوراق الخريف صارت حولنا. يعني ليالي الصيف الجميلة بتاعتهم انتهت والحبيب ما جاء. وكمان لو حضر الأيام دي الفصول اتلخبطت مع ثقب الأوزون، بقى الفصول الأربعة يجيك في يوم واحد، تلقى يبدأ اليوم صيف وبعدين يبقى لك شتاء وبعدين يبقى لك خريف وبعدين يبقى لك ربيع. لكن ها في صيف في في فصل رابع مش كده؟ ده خامس، ده الفصل الدراسي بقى، ده ما له دخل. ليالي المصيف استاذنا عثمان حسين، استاذنا عبد المنعم وابننا الشريف، ومعاك مين يا شريف؟ أميمة. يلا يا شباب.
عرض السماء في دنيا المنى بس انت وانا شريف أميمة هايلين. عمنا عمر البنا قال زهر الروضة نور في زمن الربيع. رجعنا تاني للربيع، رجعنا لعاصمة البنا، نستمع إلى هذه الأمرودة. تفضل. زهر الروضة نور في فصل الربيع والنسام قاسي للأرياح زي تبسيم سنة نفسي يمزي هوري قلبين اللي النبي فرعها زي قواوة النادي أميل أميل حامل للفوق هل هلال ربيع زهر الروضة لحظك صريح غير ما ترقص همان الراس يا تريح كم جند التباسي بلحظك صريح غير ما ترقص همان الراس يا تريح حظي سواد يا Thank you.
أرجع بسلامي يا قمري الفريق كل ساعة بعدك لي السكرية أرجع بسلامي يا قمري الفريق كل ساعة بعدك لي السكرية أهلا غيصني ولو من آمن بقربك سريع غيصني ولو من آمن أنا حبيبي هو غيصني ولو من آمن بقربك سريع غيصني ولو من يا عاصم أبدعت يا شباب. يلا ندهنين نقول لعمنا أبو صلاح ودي أظن هدية عرس. يا ربي في رؤوسكم ريجنا طول الدور، وأهديها إلى أولاد أخي الله يرحمه ربيع حسنين السيد، كان يحبها وكل ما يشوفنيها غنيها له. غنوها له يا شباب. عايزين طه سليمان ورماز يغنوا لنا اغنيه لها قصه في رونق الصبح البديع.
الأغنية واضح انه عبد الرحمن الريح لحن على العود، كرومة غناها بالرج، عشان كده قام محل اللزمات عمل كورس يعني في رونق صبح البديع قوم يا حمام، هنا في ترارارارا عمل يا حمام، عمل كررة أسمعني ألحان الربيع ترارارارا، عملها كمان تاني الربيع. نحن دلوقتي عايزين مع الأستاذ محمدية نغنيها بدون التكرار اللي هو محل اللازمات، ونرجعها إلى أصلها أغنية موسيقية، أغنية عزف على العود، أغنية فرقة زي ما لحن عبد الرحمن الريح، لكن أستاذنا كرومة لحن واللازمات عملوا كورس. نحن دلوقتي هنشيل الكورس ونرجع اللازمات نغني. الصبح البديع قول يا حمام يا حمام اسمعني الحان الربيع، في رونقا الصبح البديع أقول يا حمام أسمعني الحان الربيع، رونقا الصبح البديع أقول يا حمام أسمعني الحان الربيع، أقول يا حمام حي Yeah.
اسألني عن تصاصيرك أحسنتوا الجميع. ويا أستاذ محمدية يعني تعبنا راح، غنوا غنوتهم القديمة ذاتها اللي بربناها خلوها، غنوا اللحن بتاع عمنا كرومة سابوا التعب بتاع عبد الرحمن الريح. طبعا الأغنية كلمات عمنا محمد بشير عتيق، الكلمات عتيق، الألحان عبد الرحمن الريح. أيها السادة، ربنا يجعل أيامكم كلها ربيع ويكفيكم شر الحر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.